متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة للجميع. نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: هي استعراض لتفاصيل الطقس الحار في عموم مناطق المملكة، أيضا تفاصيل المنخفض الجوي الخماسيني المتوقع أن يؤثر على المملكة اعتبارا من يوم السبت وحتى يوم الأحد، وأيضا حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية الغربية من السعودية يوم الأحد. نبدأ نشاطنا بخريطة توزيع درجات الحرارة على طبقة 850 مليبار، حيث توضح تمركز لكتلة هوائية دافئة وحارة نسبيا في عموم مناطق الجزيرة العربية يوم الجمعة. تزداد الأجواء حرارة اعتبارا من يومي السبت والأحد مع اقتراب لمنخفض جوي خماسيني قادم من الأراضي المصرية. أما بالنسبة ليوم الاثنين تعود درجات الحرارة للانخفاض قليلا على المنطقة الشمالية، لكن تبقى درجات الحرارة مرتفعة والأجواء حارة في باقي مناطق المملكة، تحديدا المنطقة الشرقية والوسطى والغربية وأيضا الجنوبية من المملكة. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأمطار خلال يوم الأحد، حيث يتوقع أن تتأثر المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية يوم الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بالتالي تتكاثر الغيوم الرعدية في عموم تلك المناطق خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر والمساء. تشمل فرصة الأمطار الرعدية العاصمة الرياض خلال ساعات مساء يوم الأحد بإذن الله. تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي حتى يوم الاثنين، بالتالي تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار على العاصمة الرياض خلال ساعات ليل الأحد على الاثنين. بانتقال التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، تسجل درجة الحرارة العظمى يوم السبت 32 درجة مئوية و 21 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الأحد حالة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار، 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، 23 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الاثنين تستمر فرص هطول زخات الأمطار على العاصمة الرياض، 33 درجة مئوية كحرارة عظمى، 25 درجة مئوية كحرارة دنيا. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.